يعني من الاخر كده يا معلم، مفيش فاكهه، مفيش رز، مفيش بطاطا، مفيش بطاطس، مفيش مكرونه، مفيش شوفان، مفيش فاتس، مفيش اي حاجه. وعشان كده دايما في كلاينتس بيستنى، انتوا ليه مش بتخلونا نعمل فيها سمك؟ وعشان احنا خايفين عليكم. ازيكم يا شباب؟ معاكم سيف الضوي من ايفو فيتنس. طبعا صباح الفل ومساء الفل على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى، والفيديو ده كان بناء على رغبات ناس كتير. وفي نفس الوقت الصراحه دي حاجه احنا لازم نتكلم عنها من الاخر كده، لان دي حاجه انا بشوفها اليومين دول ناس بتسمعها بتعملها من نفسهم، او بشوف كوتشز او مدربين بيعملوها من نفسهم او بيجربوا في ناس او ايا كان اللي بيحصل، وهو البي اس ام اف. اكيد سمعت الاربع حروف دول، والشخص اللي قال لك عليه قال لك ان دي اسرع واحسن طريقه عشان تخس ببساطه لو انت بتتمرن، يعني ان انت تخس نسبة دهون بأسرع طريقة ممكنة، وفي نفس الوقت ان انت بتكون بتحافظ على نسبة العضل بتاعتك. يعني فهل الموضوع ده صح؟ هل فعلا البي اس ام اف ده زي ما الناس بتقول كويس ولا مش كويس؟ يعني فتعالوا نمسك حاجة حلوة، خلينا الاول نعرف ايه البي اس ام اف، اضراره وعيوبه، ازاي تستعمله، وهل فعلا ده احسن دايت زي ما الناس بتقول عليه ولا لا. بي اس ام اف اختصار لبروتين سبيرنج موديفايد فاست، وهو دايت يا معلم انت ما بتاكلش اي حاجه فيه غير ان انت بتاكل بروتين. يعني من الاخر كده يا معلم، مفيش فاكهه، مفيش رز، مفيش بطاطا، مفيش بطاطس، مفيش مكرونه، مفيش شوفان، مفيش فاتس، مفيش اي حاجه انت هتعملها خالص غير ان انت هتاكل مصادر بروتين صريحه. فبالبلدي كده انت ماشي على دايت مفيهوش غير مصادر بروتين صريحه بس، وشويه خضار او شويه فايبرز او اللي هي شويه الياف عشان تقدر ان انت تحسن من الهضم بتاعك، وفي نفس الوقت مش هتقدر ان انت تاكل كل الخضار اللي موجود. ليه؟ لان في نفس الوقت هي بتكون سعراتها كبيره، يعني فانت بتضطر ان انت تركز على انواع خضار معينه سعراتها قليله ان انت تاكلها زي البروكلي وزي الخيار مثلا. البي اس ام اف يا معلم ده اكتشفوه في اوائل السبعينات، والجول بتاعه او الهدف بتاعه هو ان هم كانوا عاوزين طريقه او كانوا عايزين حاجه تخلي الناس الاوبيز او تخلي الناس اللي نسبه دهونها عاليه تقدر تخس باسرع طريقه ممكنه، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تحافظ على نسبه العضلات اللي في جسمها. قالوا لك بس يا معلم احنا هنعمل دايت مش هيبقى فيه اي حاجه غير بروتين بس وشويه خضار عشان الهضم. ليه؟ عشان الحاجه اللي بتخليك تحافظ على العضل بتاعك هو ان انت تاكل كميه بروتين كويسه، وفي نفس الوقت ان انت تكون بتتمرن. ان انت ما تتوقعش ان انت تعمل البي اس ام اف وتكون مش بتتمرن وفي نفس الوقت ان انت تحافظ على العضل بتاعك. انت لو بتاكل 500 جرام بروتين في اليوم ومش بتتمرن هتقع عضل، وده امر واقع، لان العضل بتاعك لازم يكون في حاجه ببساطه. ليه؟ لان العضل بتاعك ببساطه يعني لازم يكون في حاجه تخليه يفضل مكانه، والحاجه اللي بتخليه يفضل مكانه هو التمرين، وفي نفس الوقت ان انت تاكل كميه بروتين كويسه. لازم الاثنين دول يبقوا موجودين، لو في حاجه منهم مش موجوده خسرت العضل يا معلم. بس الوقت قالوا لك عشان الناس اللي نسبه دهونها عاليه عندها مخازن تقدر تاخد منها طاقة، عشان بيبقى عندها نسبة دهون عالية فانت ممكن تاخد يعني تفيول جسمك او تشحن جسمك بالطاقة عن طريق المخازن اللي عندك في جسمك. يعني فالناس دايما اللي نسبة دهونها بتبقى عالية بيبقى اسهل لها ان هي تمشي على بي اس ام اف يعتبر شوية، عشان في نفس الوقت انت بتقدر تاخد طاقة من المخازن بتاع جسمك. لكن الناس اللي بتبقى نسبة دهونها اوطى فبيبقى بالنسبة لها صعب جدا ان هي يبقى في طاقه في يومها، لان احسن مصدر طاقه انت هتقدر تاخده هو من الكربوهيدرات او الكربوهيدرات او النشويات على حسب انت هتسميها. ودي حاجه اللي عاوز يقرا عليها، يعني هي حاجه اسمها بروتين سبيرنج افكت، وهو ببساطه ان البروتين على الورق هيقدر يمدك بالطاقه، لكن بيبقى الاولويه اكتر ان هو يبني عضل او يصلح الالياف العضليه بتاعتك. هي دي الفكره، ان حد مثلا نسبه دهونه 15% هيبقى بالنسبه له اصعب ان هو يمشي على بي اس ام اف، عكس حد نسبه دهونه 35% ان هو يقدر يمشي على بي اس ام اف. ليه؟ لان هو بياخد الطاقه ديت من المخازن اللي في جسمه. فاول ما البي اس ام اف طلع، وده اللي بيحصل لحد دلوقتي، ان هما بيقسموه فيزز او فترتين، فتره ان انت بتمشي على الدايت نفسه اللي هو البي اس ام اف، وفتره بعديها ايا كان الفتره هي ايه وانت بتعمل دايت بريك. هو مش دايت بريك، هو عذاب من القبر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتلاقي نفسك بتمشي على البي اس ام اف دوت اسبوعين، بعد كده مثلا هتمشي اسبوع مثلا او خمس ايام او ثلاث ايام او ايا كان، بتمشي على ان انت بتعلي السعرات بتاعتك وبتاخد بريك او راحه من البي اس ام اف دوت تمام. فطبعا بتلاقي ان انت في الاسبوعين دول خسيت جامد جدا، ممكن تخس 4 5 6 كيلو، وتلاقي نفسك في الاسبوعين دول زدت لك مثلا 2 كيلو 2 كيلو ونص. خلي بالك ال 2 3 كيلو اللي انت زدتهم في الدايت بريك دول مش شرط ان هم عامه يكونوا دهون، لان دايما الناس تقول لك
انا زدت على الميزان كيلو فمعناه كده ان انا اتخنت، لكن هي مش حقيقه. انت وزنك بيزيد بعد البي اس ام اف او لما بتعمل الدايت بريك او لما بتعلي سعراتك مره واحده، لان ببساطه مخازن الجلايكوجين في جسمك بتكون فاضيه. ليه؟ لان مفيش كربوهيدرات، مفيش نشويات، مفيش حاجه هتملى المخازن دي. فانت اول ما بتعلي سعراتك بالذات من الكربوهيدرات او النشويات، انت وزنك بيعلى عشان المخازن دي بتملى. بدليل حتى ان انت بعد الدايت بريك دوت هتحس ان انت عضلاتك مليانه اكتر. ليه مليانه اكتر يا استاذ؟ هو مش عشان انت جامد، هو عشان انت اديت جسمك اللي هو محتاج ياخده. نقطه. تعالوا بقى نخش على المميزات او الايجابيات بتاعه البي اس ام اف، وهي حاجه واحده بس فعلا، ان انت هتخس بسرعه. نقطه. مفيش اي ايجابيات تانية. اول حاجه انت هتحرم نفسك من كل حاجه حواليك. تاني حاجه انت مودك مش هيكون احسن حاجه. تالت حاجه انت القوه بتاعتك او الانرجي بتاعتك او معدل الطاقه بتاعك مش هيكون احسن حاجه. رابع حاجه لو انت شخص طول عمرك كان عندك مشكله في الدايت نفسها، ان انت كنت بتمشي على دايت سعراتها قليله، ده بالنسبه لك يا معلم هيفشخك من ناحيه الهرمونات بتاعتك. من الاخر ان انت بعد كده في ناس لما بتفضل ماشي على سعرات قليله دي بتعمل لها مشاكل اصلا في الغدد يعني، ودي طبعا بيكون ليها حل، بيكون ليها تحليل، بيكون ليها حاجات كتير، لكن انت مش عايز تعرض نفسك لحاجه زي كده. خامس حاجه يا معلم هو ان انت مش هتستمتع بحياتك. وسادس حاجه ودي اهم حاجه، ان انت الفيوز هنا هيضرب. لو انت جديد خليني اقول لك الموضوع ده بسرعه، عشان انا عارف ان في ناس كتير عارفه الموضوع ده وزهقت من كتر ما احنا بنقول الكلام ده كله. انت عندك سعرات اسمها مينتنس كالوريز او سعرات الثبات بتاعتك، وهي من اسمها انت لو اكلت السعرات دي وزنك مش هيزيد ولا هيخس. لو اكلت اقل منها انت كده بقيت عامل عجز في السعرات الحراريه بتاعتك، فانت هتقدر ان انت تخس بشكل كويس. هنفترض بقى ان انت سعرات الثبات بتاعتك 2500، لو اكلت 2000 هتخس، لو اكلت 2100 هتخس، لو اكلت 1800 هتخس، لو اكلت 1700 هتخس. فايا كان الرقم اللي انت هتاكله اللي تحت سعرات الثبات بتاعتك انت هتخس 100%. فاللي بيحصل بقى في البي اس ام اف، ان هنفترض ان دي ال 2500، البي اس ام اف يا باشا بينزلك ان انت ممكن تاكل حوالي 30% او 35% من سعرات الثبات بتاعتك. هتلاقي ان انت بتاكل لك في اليوم حوالي من 700 ل 900 سعره، 90% منهم اصلا بروتين، يعني هتلاقي ان انت بتاكل 800 سعره بروتين و100 سعره منهم خضار بس كده. فاللي بيحصل ان انت كل ما بتكون في عجز من السعرات اكبر انت طبعا هتخس اسرع بكتير. ليه؟ لان انت بتحرق سعرات اكتر من اللي بتدخل جسمك بطريقه مهول. ليه؟ لان انت لما بتكون في عجز من السعرات كبير انت بتحرق سعرات اكتر من اللي جسمك بيدخلها. اللي بيحصل ان جسمك بيخس بطريقه اسرع. الفكره نفسها ان الشورت كات او الطريق المختصر اللي انت تعمله عشان تخس اسرع هو ان انت تبقى في عجز من السعرات اكتر. يعني لو انت سعرات الثبات بتاعتك 2500 تقوم واكل لك يا باشا 1000، وتلاقي نفسك في خلال اسبوع تلاقي ان انت بتنزل لك 3 كيلو 4 كيلو، وتلاقي ان الحياه بالنسبه لك حلوه جدا. وانا عارف دلوقتي انت بتفكر فين، انت اكيد بتقول طب ده احسن دايت، انا عايز النتيجه بسرعه، انا عايز ان انا اخس ال 10 كيلو بتوعي خلال شهر، او انت عايزه تخس ال 10 كيلو خلال اسبوعين كمان من شهر، وفي غيرك عايز يخس ال 10 كيلو دول امبارح، يعني مش خلال شهر ولا اسبوعين، عايز يخسهم امبارح. فالحاجه بقى اللي انا هضمنها لك، لو ده تفكيرك فعلا انت كده رحت في 60 داهيه. اخر كده انت جسمك دوت اول ما بتقرر ان انت عاوز تخس او عاوز ان انت تزيد عضل، انت كانك بتفتح شركه. ما تحطش في بالك ان انت لو هتفتح مشروع خلال 3 شهور المشروع ده هينفجر وهيفرقع وهيبقى معاك بقى فلوس الدنيا كلها والكلام ده كله. انت لما بتقرر ان انت تروح الجيم او تلعب رياضه او تقرر ان انت تزيد او تقرر ان انت تخس، انت من الاخر كده انت بتستثمر في نفسك وانت المشروع بتاعك. زي كانك جاي تقول انا عايز افتح مشروع وخلال 3 شهور انا عاوز المشروع دوت يعمل لي مليون دولار، ومش مليون دولار مبيعات، انا عاوز مليون دولار مكسب من المشروع ده. نقطه. وتحط كده ايه، تحط القلم وتطلع وتجري. اللي لازم تعرفوه ان الفتنس دوت زي اي بزنس او اي مشروع انت بتدخله، ان انت بتركز ان انت تتحسن على مدار وقت طويل، ان انت بتركز على المدى الطويل، ان انت بتركز على حاجه اسمها وكلمه اسمها لونجيفيتي، ان انت مش بتركز ان انت عاوز تخس مثلا 10 كيلو في اسبوع او اسبوعين او ايا كان، لكن ان انت بتركز ان انت توصل للجول بتاعك وانت بكامل قواك العقليه. انت بتحط اهداف صغيره في النص، والاهداف الصغيره ديت هي اللي بتوصلك للهدف الكبير بتاعك. واي مشروع بيتعمل دايما بيكون ليه خطه، وخطتك والحاجه الصحيه اللي انت تعملها عشان تخس بطريقه كويسه هو ان انت تخس من 1 بالكتير جدا ل 1.5% من وزنك كل اسبوع. يعني انت لو حد وزنه 100 كيلو هتركز ان انت تنزل من كيلو لكيلو ونص في الاسبوع. هتقول طب كيلو وكيلو ونص في الاسبوع بس ده قليل. طب تعالى كده نعمل حسبه، لو انت خسيت كيلو في الاسبوع
يعني ده يعتبر من 4 ل 5 كيلو في الشهر. في 3 شهور انت خسيت من 12 ل 15 كيلو، اللي هو اصلا انت بقيت حد تاني. انت لو خسيت في 3 شهور 15 كيلو، بعد كده الشهر الرابع قررت ان انت تعمل بريك من الدايت، بعد كده قررت ان انت الثلاث شهور اللي جايين ما تخسش يا عم 15 كيلو، تخس فيهم 10 كيلو، فانت خسيت 25 كيلو اجمالي فيهم كده، يعني انت نزلت من 100 كيلو ل 75 كيلو في حوالي 7 شهور، وفي نفس الوقت انت بكامل قواك العقليه وما زدتش تاني، يعني انت نزلت ال 75 ومش هتتخن تاني. انت اخر حاجه عايزها في حياتك ان الفيوز دوت يضرب، بلاء ان انت توصل او تخس ال 10 كيلو دول في شهر، لا تخسهم في شهرين او شهرين ونص بس الفيوز دوت ما يضربش، وتحس ان انت حياتك نفسها سواء علاقاتك مع صحابك مع عيلتك شغلك ايا كان بيتاثر بسبب ان انت حاسس ان الفيتنس بيتحكم بحياتك. الفيتنس المفروض يحسن من حياتك مش يتحكم بيها، دي حاجه دايما احنا بنقولها للناس، ودي حاجه انت اول واحد اصلا او انت الوحيد اللي هتعرف ازاي تخلي الفيتنس ما يتحكمش بحياتك. دايما حط في بالك ان الفيتنس اكنك بتفتح شركه، والشركه دي هي جسمك، وان انت عايز تركز ان انت تستمتع بالرحله وتستمتع بالجورني زي اكنك لو فتحت شركه، وهتستمتع بكل اتشيفمنت او كل حاجه انت بتوصل لها على مدار الوقت. عشان كده دايما انت عاوز تخس بالريت دوت عشان ما تحسش ان الموضوع بيتحكم بحياتك، وعشان كده اسمها الهيلثي ويت لوس او النسبه او الريت او معدل النزول اللي انت هتنزل بيه في الاسبوع، اللي هو هيكون صحي لجسمك واهم من جسمك فعلا هنا، ان الفيتنس كله هنا ملهاش دعوه بقى بالمعلومات اللي عندك او ايا كان. اي حد ممكن يخسس اي حد، واسهل حاجه على فكره انا عايز اقولها لك، اسهل حاجه ممكن اي مدرب او اي دكتور يعملها هو ان هو يقلل لك سعراتك، ان هو لكن انت مش بتخس يقول لك طيب تمام احنا نقدر ان احنا نقلل سعرات. عشان كده دايما اسهل حاجه الناس بتعملها هو البي اس ام اف، وعشان كده دايما في كلاينتس بتسالنا انتوا ليه مش بتخلونا نعمل بي اس ام اف، وعشان احنا خايفين عليكم، يعني احنا مش عايزينكم تلسعوا هنا، احنا عايزين ان انتوا توصلوا للشكل اللي انتوا عاوزينه، وفي نفس الوقت انتوا بتستمتعوا بحياتكم. الاهم من كل ده ان انتوا بتستمتعوا بالرحله، ما تحسش ان الموضوع بالنسبه لك بقى فرض، يعني لان لو الفيتنس بالنسبه لك بقى فرض انت لازم تبص للي انت بتعمله من فوق كده من منظور تاني، وبتبتدي ان انت تشوف ايه اللي انت محتاج تغيره فيه. لكن برضه انا عارف ان في ناس عنيده، وعارف ان في ناس لحد دلوقتي برضه مش مقتنعه، وعارف ان في ناس لحد دلوقتي برضه عاوزه تعرف البي اس ام اف بتعمل ازاي. فببساطه اللي انت هتعمله ان انت هتاكل من 30 ل 35% من المينتنس بتاعك او سعرات الثبات بتاعتك، يعني لو سعرات الثبات 2500 تاكل حوالي 800 سعره مثلا، 90% من السعرات ديت هتبقى بروتين. هتسال طب انا اكل كميه بروتين قد ايه؟ خليني اقول لك ان البروتين بيتحسب على حسب اللين بودي ماس بتاعك او على حسب نسبه دهونك كام. فانت ببساطه كل ما نسبه دهونك هتكون اعلى، يعني انت لو حد نسبه دهون فوق ال 30% فهتبقى اقرب ان انت تاكل جرام لكل رطل من وزنك، يعني انت لو وزنك 100 كيلو ونسبه دهونك حوالي 30% فانت هتاكل حوالي في اليوم 230 تقريبا جرام بروتين. لكن لو انت نسبه دهونك قريبه مثلا من ال 10% فهتركز ان انت هتاكل قريب من ال 2 جرام لكل رطل من جسمك، يعني لو انت 10% ووزنك حوالي 70 كيلو فانت هتاكل حوالي 260 جرام بروتين حاجه كده. يعني هي بتفرق من شخص لشخص، وانا بحاول ان انا ابسط لكم الموضوع على قد ما اقدر. انت مش هتاكل اقل يعتبر من 200 او 220 جرام بروتين ايا كان وزنك عامل ازاي، لان من الاول لاخر البي اس ام اف ما هو الا دايت كل بروتين بس، وبتاكل حوالي من 30 ل 35% من المينتنس او سعرات الثبات بتاعتك. فانت لو شغلت كده مخك شويه ولقيت ان او تكتشف بقى ان البروتين كل جرام بروتين فيه 4 سعرات حراريه، هتعرف انت محتاج تاكل كام جرام بروتين بالظبط، لان هي برده ما فيش رقم معين، لان صدقني هي ممكن تفرق من شخص لشخص، وممكن تفرق ان انت ممكن تكون نسبه دهونك عاليه بس في نفس الوقت انت عندك كميه عضلات كبيره او كميه عضلات كويسه في جسمك. فعشان كده دايما هي بتفرق من شخص لشخص، لكن اللي انت هتعمله ان انت هتاكل فعلا بروتين بس، وبالنسبه لك مش هيكون احسن حاجه. ولو برده دماغك مقفله وان انت فعلا عايز تجربه، اللي انت هتعمله ان انت هتمشي على البي اس ام اف دوت اسبوعين، بعد كده تاخد دايت بريك 5 ايام، بعد كده اسبوعين، بعد كده 5 ايام انسوم. ده اللي انا هعمله لو انا هقرر ان انا هعمل بي اس ام اف، واللي هو بنسبه 90% انا مش هعمله. الحاله الوحيده اللي انا ممكن اعمل فيها بي اس ام اف فعلا، وهو لو انا هحضر لبطوله، او لو انت هتحضر لبطوله في طريقه معينه وبروتوكول معين انت ممكن تمشي بيه في اخر اسبوعين، وساعتها فعلا ممكن تمشي بالبي اس ام اف. لكن لو انت حد عاوز ان انت تعمل البي اس ام اف دوت كلايف ستايل او كاسلوب حياه في حياتك عامه، هو مش احسن حاجه. ويا باشا فلق وابعد، صيحة، اعتبر ان البي اس ام اف دوت حاجه انت عارف عنها كل حاجه دلوقتي بس انت بتبعد عنها ببساطه، زي الشطه كده انت عارف بتعمل ايه بس انت بتبعد عنها. حتى لحد دلوقتي في ناس بتسال انتوا ازاي بتاكلوا الاكل اللي انتوا بتحبوه وتستمتعوا بحياتكم، وازاي بتاكلوا البرجر والبيتزا
ويا سيف انا بشوفك كل شويه بتشيت، ما بيحصلش خالص، الناس دي كلها كدابه. انا مش عارف يعني انتوا بتفكروا او شايفين ده ليه، لكن لو انت عاوز تعرف طبعا ازاي تقدر توصل للهدف بتاعك وفي نفس الوقت وانت بتستمتع بحياتك، تقدر تخش على اللينك ده evolvefitnessofficial.com. عاملين كورس اسمه فورمة بدون حرمان، بيعلمك كل اللي انت محتاج تعرفه عشان توصل للهدف اللي انت عاوزه. وغير كده انت من غير ما تحرم نفسك من الاكل اللي انت بتحبه والكلام ده كله بطرق علمية. لان الموضوع مش سعراته بس زي ما الناس فاكره، في حاجات كتيره انت لازم تعرفها، في حاجات لازم تحطها في الاعتبار، الموضوع اكبر من كده بكتير. واحنا مبسطين الموضوع دوت في كورس انت بتشتريه بيكون معاك اكسس ليه بيوزر نيم وباسورد، معاك اكسس لاكتر من 40 فيديو بيكونوا معاك مدى الحياه. والفيديوز طبعا الجديده كل ما بيكون في فيديوز جديده بتضاف على الكورس دوت وبتتعلم الكلام ده كله بيكون معاك مدى الحياه. المعلومات اللي في الكورس دي اللي احنا اصلا بنطبقها على نفسنا، ودي المعلومات اللي احنا قدرنا ان احنا نساعد بيها الاف الناس والاف الكلاينتس اللي احنا مرناهم عشان نقدر ان احنا نخليهم هم كمان يعملوا كده. لان بالبلدي كده لو اديناك سمكه هناكلك يوم، بس لو علمناك ازاي تصطاد هناكلك طول حياتك. فبالبلدي كده انت في الاول والاخر انت هتختار بقى ان انت عايز تفضل ماسك على دايت جامد وتخس بسرعه، ولا ان انت توصل للهدف بتاعك بس في مده اطول شويه وهنا الفيوز ما يضربش وفي نفس الوقت تستمتع بحياتك. يعني تاخد ان انا اقنعتك. يعني اللي بيسال ده من ويلس كيتشن واسمه ناتشو برجر. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انت تدوس على الجرس اللي تحت عشان انت تكون من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ودي حاجه فعلا مش هتاخد منك 5 ثواني، لكن زرار السبسكرايب واللايك والشير اللي انت بتعمله فعلا حاجه مش هتاخد منك وقت، لكن هي حاجه بتشجعنا ان احنا نقدر نعمل الفيديوهات ونقدر ان احنا نكمل ونقدر ان احنا نعمل المحتوى او الحاجه اللي انتم بتحبوها. فطبعا اتمنى ان كل واحد كده يدوس سبسكرايب ويدوس لايك ويشير الفيديو مع الناس اللي محتاجه تعرف الكلام ده كله. وطبعا لو عندكم افكار لاي فيديوهات ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سكشن تحت، عشان احنا بنحب نعمل الفيديوهات اللي انتم بتحبوها. وكان معاكم سيف الضامن ايفولف فيتنس، وقفلوا بقى عشان جعان. اشوفكم في الفيديو الجاي.